يقول: وهل يتعارف الناس في الآخرة كما كانوا يتعارفون في الدنيا؟ بلا شك انهم يتعارفون في الآخرة، يتعارفون بينهم يوم نحشرهم جميعا، ويوم نحشرهم نعم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، يتعارفون بينهم، يتعارفون بينهم، يعرف بعضهم بعضا، ويعرف يعرف الأب ابنه والأخ أخاه، لكن ما أحد يستطيع يساعد الآخر. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. يبصرونهم، يود المجرم يومئذ يبصر بعضهم بعضا، فما في شك أنهم يتعارفون، لكن ما أحد يستطيع ينفع أحد في ذاك الموقف في ذاك اليوم، كل مشغول بعمله. نعم.